حبة شوربة كريمة بكابوريا. دي صعبة قوي؟ لا مش صعبة، سهلة جدا. ايه المشكلة هنا؟ ايه اللي ممكن يعني، انا اسف يعني يا شباب معلش، يعني واحد بيسألني ايه الجديد فيها، يعني ايه الموضوع، يعني شوربة كابوريا بكريمة. اقول لك خد بال حضراتكم، كنا بنتكلم على جزئية مهمة جدا في موضوع الزفارة. فاحنا لما سرقنا كابوريا احنا كده عملنا نص الشوربة. ويمكن اهم حاجة في الشوربة السلق بتاع اي شيء ممكن يكون فيه قلق. يعني ايه؟ يعني هنعمل الشوربة سادة. طب تعالوا نشوف مع بعض واحدة واحدة. بسم الله. طيب ايه بقى؟ سنة زيت زيتون. ايوه كده، ركز معايا بقى، ركز معايا في الحلة كويس قوي. زيت الزيتون عليه بصل وعليه كرفس مفرومين. ركز، شوف يا باشا، ادي البصل وادي الكرفس مع بعض، دول اللي هنحطهم في الشوربة اهو، شايفهم؟ لو عندي جزرية ماشي، ما عنديش برضو انا تمام وماشي. حلو الكلام. مع زيت الزيتون ينزلوا على طول في اول حاجه، دي الحبكه اللي دي طعم كويس للشوربه. يبقى كرفس مفروم وكرات مفرومين وحبه بصل. تاسيس التشويحه الاولى، يدبلوا مش يتحرقوا. يعني يدبلوا يعني ياخدوا اللون يعني يبقوا دبلانين شويه، مش عايز الوان منهم اصلا. اي حاجه فيها كريمه الافضل نخليها تدبل في زيت زيتون الاول، ولو هربط بزبده ودقيق بخليها المرحله الثانيه عشان يعني ما احرقش الحاجه او ما خليهاش تطلع على وش الشوربه في الاخر شكلها مش طبيعي او غير متوقع، زي ما يكون محروقه من الاخر او تحس ان احنا عاملين بصلايه رز صياديه، فده مش حلو. طيب انا عندي بالمره هنا جمبريتين، شايفه فاضل؟ خدت بالك؟ دول هنعملوا ايه بقى؟ هسلقهم سلقه حلوه واسيبهم عندي عشان السلطه الفصل اللي جاي ان شاء الله، اهو في نفس المرقه اللي قدامي اللي فيها قش الجمبري. وارجع تاني، هادي هنا الكرفس والكرات والبصل، خدوا تشويحة حلوة. أجهز نفسنا بقى للربط بتاع إيه؟ الشوربة. هنا الربط الشوربة ده مهم جدا. يعني إيه ربط الشوربة؟ أنا دايما بتكلم وبقول كتير جدا في تفصيلة ليها علاقة بالرو أو من المرقة إلى الكريمة تاني. يعني الحاجة لما تكون مية أحولها إزاي إلى كريمي؟ هل لازم يا شيف يكون اجيب كل دي كريمه لباني واحطها عشان اعمل شوربه اكس او ايا كان اسمها بالكريمه يكون كله كريمه؟ هل لازم اعمل البشاميل يكون برده كله كريمه؟ هل لازم اعمل شوربه السيفود كلها بكريمه؟ هل اعمل كل ده كله بكريمه؟ اقول لك لا، الكريمه دي انا من وجهه نظري ممكن شايفها اختياري، يعني ممكن حبه قد كده ابرك من قد كده. انا محتاج منها ايه؟ القوام. انا هعمله ان شاء الله معاكم من غير اي حاجه خالص، مش محتاج مني شيء خالص. يعني ايه؟ يعني هنشوف القوام اللي احنا عايزينه من فكره الكريمه بمعلقه الدقيق. بسم الله، اهي كده مش متشافه. يعني ايه مش متشافه؟ يعني تعالى انا اقول لك قصدي ايه. معلقه الدقيق دي قدامها معلقه زبده اهي. حلو، كلام جميل. بروح عامل كده، ركز كده معايا يا حسام. بقت ايه؟ متشافه ولا مش متشافه؟ مش متشافه. هو ايه؟ هو ده اللي انا عايزه، الدقيق ما يبقاش متشايف. بص المنظر، خلاص اقلبهم مع كده وبص مني تعليه التست عامل ازاي. بنحب نعلي التست باللي قدامنا، حط عادي جدا مكعب مرقه خضار يروح سايح في النص، يبقى اساس انا كده طعم دلوقتي للصوص الزبده والدقيق والبصل والكرفس. ده تاسيس بسيط جدا. هنشوف دلوقتي كل حاجه مع حضراتكم واحده واحده، بس الاول نخلي مكعب المرقه ونخلي الزبده والدقيق والثوم والبصل كلهم مع بعض شبه كده. بص انظر، واروح عامل ايه بقى؟ جايب عندي مصفى لطيف، شوف اللي جاي مني. بسم الله. والجمبري اللي احنا اشتغلنا بيه للسلق او قلنا نسلق الجمبري عشان خاطر السلطه خلصان، نطلع بيه. بسم الله اهو يا باشا. حلو الكلام اهو، سيبه يبرد ده للسلطه. اربع جمبريات مش مشكله. واجي اخد هنا عندي المرقه النظيفه الحلوه دي. بسم الله بسم الله. وانا نص حله ايوه. بص 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 قد ايه؟ شكرا.
وراح رافع المصفى ده، تعالى اوريك النتيجه عامله ازاي. قلب خليهم يفكوا مع بعض، واحنا مع بعض حالا هنشوف كل حاجه. طب هي لونها يا شيف غامق، اقول لك ما انا ما حطيتش كريمه، انا عملت انا عايز كله من غير ما احط كريمه. لو عايز احط لبن احط لبن، عاوز احط كريمه احط كريمه، بس اهم حاجه اعمل ايه؟ القوام المطلوب. خليني اوطي شويه بقى هنا خالص على الرز ده لاخر درجه بس، ونشوف دلوقتي حالا مع حضراتكم التفصيل اللي بتكلم عليها دي عامله ازاي. طب هنحط كابوريا امتى؟ طب نحط الجمبري امتى؟ اقول لك ولا حاجه دلوقتي خالص، كل الكلام ده كله نحطه في الاواخر خالص. الكابوريا كده كده احنا مأمنين التسويه او السلقه بتاعتها مظبوطه اهي تمام. موضوع الكريمه اللبنيه هنشوف نحط قد ايه، مش عايزين نحط ماشي، ممكن نحط مغرفه واحده بس الاول تعالى نشوف قوام المرقه اللي انا بتكلم عليه ده توصل لحد فين. بقى بالمرة. ايوه تعالى بقى كده يا استاذ حسام. بسم الله. احنا كنا ميه من شويه حاطين ميه مظبوط كده؟ هل دي الميه اللي حطيناها؟ قبل ما احط الكريمه لسه مش هحط الكريمه دلوقتي. هل دي الميه اللي حطيناها؟ لا بدات تتقل شويه. هنشوف برضو مع حضراتكم واحده واحده لحد ما نخلص الفكره دي كلها. انا عايز اوضح كل الامور عشان بس ايه يبقى عارفين ايه اللي انا بتكلم فيه او ليه نوفر دي، عشان دي هي القصه كلها بس تركيبات. طيب السلطه ممكن الفصل اللي جاي ما عنديش مشاكل خالص فيها، بس قبل ما اطلع الفصل ده عايز بس اقفل الشوربه، ايه رايك؟ اقل من دقيقتين ان شاء الله يكون بس قوام تقل ونشوف. بص كده يا فندم معايا. اتفضل. بص القوام عامل ازاي. طب بص بقى لو عايز تفتحها حط قد ايه؟ شايف الكريمه قد ايه؟ احنا عندي كام؟ عندي 500 مللي، يعني دي علبه كريمه كبيره. بص كده قد ايه؟ شكرا. بص 400، خدت بالك؟ من 500 400 خدت 100 مللي. بص الفرق عامل ازاي؟ بص اللون راح لفين يا معلم؟ خلاص. اعمل كده في اي شرب؟ طبعا في اي شرب. اروح اعمل ايه بقى عشان اطعم الكلام ده كله واخليه يشم ريحه الكابوريا؟ انزل بقى بالكابوريا المسلوقه. بص حتى بطرح الطبق عامل ازاي؟ نظافه. واسيب الكلام ده كله واطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. انا كده في المود. طب الحق بقى. بص كده بقى قوام الكريمه راح لفين؟ بص الكابوريا عامله ازاي؟ اشم بقى. يعني دي مهمه جدا عند الشامه دي قبل الاكل. بص عامله ازاي؟ قوام اهو يا سيدي، وادي كل حاجه عشان ما اخرش احضراتكم بالمره نغرفها على طول. اتفضل. بص بقى يا استاذ حسام هنا انا هغرف هنا. بص بقى شايف دي؟ خدت بالك؟ معانا ولا علينا؟ شايف دي؟ انا جوه هنا كله هنا. ايه جوه هنا عندك؟ ايوه ولا كرفس ولا بقدونس بس ماشي. شبت وليمون كريمه اللباني تنزل. بص منظر. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. انسى الهنا والشفاء لحضراتكم بس خلاص. دي الشوربه خلصانه تمام. ارفع يلا بينا.